شهدت قرية الإبراهيمية البحرية بمحافظة دمياط تنظيم قافلة طبية شاملة على مدى يومين. وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. والإبراهيمية البحرية دي من ضمن القرى اللي بنستهدفها في القوافل العلاجية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل، لأنها بعيد عن المستشفيات المركزية زي مستشفى كفر السعد المركزي أكتر من 15 كيلو، وهي من القرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه بوفر العلاج لجميع المواطنين ولجميع الأعمار، وأنا كشفت باطنة وكشفت عظام وخدت العلاج. خدت العلاج بتاعي وكله يعني آخر حلاوة، ولا فيش حد قال لي أي حاجة. يتفضلوا قاموا واخدين مني الورقة وقالوا تعالى كذا كذا، ونزلت رحت جبت علاجي ورحت للدكتورة عملت البخاخة وخدتها وخدت منها.